بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في جولة جديدة من استوديو الأبطال. النهاردة هنقل لحضراتكم جيم 2 في سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة من 5 مباريات بيست اوف 5. يمكن مباراة كنا قطناها لحضراتكم أول أمس وانتهت بفوز نادي الاتحاد، والنهاردة الجيم الثاني أو المباراة الثانية. خلينا نشرح لحضراتكم سريعا نظام النهائي. النهائي هو بيست اوف 5، من يفوز ب3 مباريات من أصل 5 مباريات هو من سيفوز بدرع دوري السوبر. أهمية هذا الدرع أو أهمية هذه البطولة هو التأهل لبطولة أفريقيا البال أو البي اي ال، بطولة أفريقيا برعاية الام بي اي. إذن هي بطولة زي بطولة كأس السوبر لكرة اليد، بيترتب عليها المشاركة في بطولة دولية. خلينا أقول لحضراتكم إن مباراة أول أمس انتهت بعد اكسترا تايم، وكان معايا ضيوفي وحللناها لحضراتكم فنيا من كل الجوانب. يمكن النادي الأهلي كان قبل نهاية اللقاء بدقيقتين متقدم ب7 نقاط، ولكن نجح نادي الاتحاد إنه يحرز 10 نقاط متتالية ليصعد بفارق 3 نقاط قبل نهاية الشوط الرابع أو الفترة الرابعة بثواني معدودة. وبعد ذلك استطاع عمرو الجندي في يعني زي ما بيقولوا كرة حاسمة في البزر أو في نهاية الفترة الرابعة بإدراك التعادل. وبعديه ذهبنا إلى اكسترا تايم، لم يكن النادي الأهلي موفق فيه على الإطلاق، ولكن هي كرة السلة. لسه عندنا النهارده مباراة اليوم، مباراة مهمة جدا، يمكن هناك مزيد من الضغوط النفسية على فريق النادي الأهلي حتى يعوض الخسارة، وأيضا في آمال وطموحات لنادي الاتحاد عشان يوسع الفارق لمباراتين مع النادي الأهلي. النهارده النادي الأهلي بيعتمد باعتماد كلي وجزئي على الصغار، صغار السن وأصحاب الخبرة في نفس الوقت. يمكن نادي الاتحاد أكثر خبرة، هناك محترف يمكن من أحسن المحترفين وستر الموجود في الدوري المصري، وهو يعني معدل متوسط تهديفه يمكن من 15 ل 20 نقطة في المباراة. نتمنى النهارده النادي الأهلي يكون موفق، نتمنى إن شاء الله يكون اللاعبين في حالتهم، إن شاء الله في حالة فوزنا النهارده كأن شيء لم يكن، نرجع تاني للمربع صفر ونبتدي من المباراة بعد بكرة. المباريات بتتلعب بفاصل يوم بين كل مباراة، يعني مباراة أول أمس، مباراة النهارده، مباراة بعد باكر، وهكذا حتى يعني لو لجأنا أو احتجنا في حالة تعادل مباراتين 2-2 في المباريات، نحن نلجأ لمباراة خامسة أو فاصلة. يمكن شاهد يعني في المباراة الأولى مستر أجوستي، أو حتى هنكلم ده مع ضيوفي، مستر أجوستي فضل أنه يوزع الحمل على كل اللاعبين، كله شارك يمكن بمعدلات وقت متساوية، ما فيش حد يتحمل عليه، وهنستعرض مع حضراتكم بالتوقيتات وبالإحصائيات المباراة الأولى. يمكن زي ما قلت لحضراتكم ما عندناش مشكلة أبدا وما عندناش أزمة، اللعيبة كلها مرتاحة، اللعيبة واخدة راحتها، كان المباراة أول امبارح متوزعة على الكل، ما فيش حد أجهد، فإذا النهاردة مفروض إن شاء الله تكون فرقتنا فايقة. عايز أفكر حضراتكم إن فريقنا أو فريق النادي الأهلي بقيادة مستر أجوستي بوش اشترك في 4 بطولات هذا الموسم، حصد 4 بطولات من 4. يمكن ابتداها ببطولة القاهرة وفاز بها، وبعد كده البطولة العربية، وفاز قبل النهائي مع الاتحاد السكندري، وذهب إلى النهائي مع النادي الكويتي وفاز عليه، ورحنا بعد ذلك لبطولة المرتبط وصولا بكأس مصر. إذا 4 من 4 إن شاء الله نتمناها تكون 5 من 5. ويمكن مباراة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم ليست نهاية المطاف، يعني هي طبعا مباراة هترجعنا للمربع صفر، ولكن النهاردة حتى يعني أهميتها حتى في حالة فوزنا احنا ننتظر للمباراتين 3 القادمين، وإن شاء الله نتناول كل ده مع ضيوفنا اللي هيتشرفوني النهاردة: كابتن أيمن صدقي نجم الاتحاد، كابتن ميشو، كابتن سلعاوي، كابتن طاهر رجب. خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم عشان نواصل تغطيتنا المستمرة لقاء الأهلي والاتحاد لكرة السلة، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. منذ قليل وصلت بعثتنا، بعثه الفريق الاول لكره القدم، الى العاصمه الجزائريه الجزائر، استعدادا للقاء العوده في مباراه قبل النهائي مع وفاق سطيف. طبعا انتوا حضراتكم عارفين مباراه الذهاب انتهت بالفوز 4-0، ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. يتراس البعثه نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن عمرو فاروق، وطبعا زي ما حضراتكم تابعتم على شاشتنا حرص الكابتن محمود الخطيب على الاجتماع مع الفريق قبل السفر، واكيد حثهم على يعني بذل مزيد من الجهد وعدم الاطمئنان للنتيجه. حضراتكم عارفين ان كره القدم كل شيء فيها وارد، ولكن فرقتنا جاهزه. يمكن دي لقطات من الوصول واستقبال الرسمي للبعثه، وزي ما قلت لحضراتكم يترأس البعثه الكابتن العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين مندوب نادي وفاق سطيف او المسؤولين في نادي وفاق سطيف يعني بيساعدوا الفريق
لإنهاء إجراءاتهم سريعا والدخول والوصول إلى يعني مقر الإقامة. وطبعا الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، كابتن سعد عبد الحفيظ، كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة، يعني البعثة كلها الحمد لله وصلت بسلام الله. وحضراتكم عارفين النادي الأهلي يعني رايح بنتيجة جيدة الحمد لله 4-0، ولكن كرة القدم لا تعرف غير بذل الجهد، ويمكن فريقنا عارف كده، وده اكبر دليل على ذلك. والاهتمام بالمباراه هو اجتماع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي النهارده بالفريق قبل ما يسافر، وكان يعني حريص جدا ان يعني ما يبقاش في استرخاء من اللاعبين بالنتيجه، ولكن بذل مزيد من الجهد، وان شاء الله نرجع بفوز ايضا حتى نوصل الى المباراه النهائيه. طبعا البطوله دي ليها طعم تاني وهدف تاني، يمكن هنكون ان شاء الله اول نادي في افريقيا حصول على بطولة افريقيا 3 مرات ورا بعض. اذا هذه البطولة مش بس بطولة يعني افريقية هتؤهلنا لبطولة العالم، ولكن هي رقم جديد هيتضاف لارقام النادي الاهلي اللي بيصعب كسرها في كل مكان. وخليني اقول لحضراتكم كمان انه يعني الفريق مباراته يوم السبت، وطبعا اكيد النهارده وصول الجزائر هيكون طبعا في راحة، بكرة هيكون اكيد في تمرينة، واكيد هنتابع سير الفرقة كلها وبرنامج الفريق كله على شاشة قناة النادي الأهلي، وهنجيب لحضراتكم حصريا أمور مش هتشوفوها غير على قناة النادي الأهلي. هيكون أكيد في التمرين كاميرتنا هتكون موجودة معاهم، الاستعدادات مراسلنا هناك هيجيب لكم وضع الفريق. مباراة يوم السبت مباراة مهمة جدا، خلاص فاضل مباراة ونوصل إلى 90 دقيقة ونوصل إلى مباراة النهائية. يمكن توفيق الفريق كبير كان هنا الحمد لله رب العالمين، هو وضع ضغط كبير على فريق وفاق سطيف، لأنه الحقيقة متأخر بفارق 4، الموضوع يعني صعب عليهم، ولكن في نفس الوقت زي ما حضراتكم عارفين كرة القدم لا تعرف في الملعب غير بذل الجهد، وأتصور إن هيبقى في ضغط من البداية، ولكن فرقتنا إن شاء الله قادرة إنها تعبر بمر الأمل. وخلينا أقول لحضراتكم حاجة، كل ما الوقت هيمر في مباراة يوم السبت كل ما إن شاء الله هيكون عامل ضغط على وفاق، ولكن إن شاء الله هيكون عامل هدوء نفسي للفريق بإذن الله مع مرور الوقت. يمكن يكون أول ربع ساعة هي أصعب ربع ساعة دائما أبدا في المباراة اللي خارج أرضك، أول ربع ساعة هي أهم ربع ساعة وأهم توقيت في المباراة أول ربع ساعة، إذا عدوا بأمان الله بتبقى الأمور بعد كده إن شاء الله سهلة على فريقنا. أتمنى كل التوفيق لفريقنا، ونرجع إن شاء الله بفوز ثمين يؤهلنا إلى النهائي. نرجع لمباراتنا النهاردة، بتذكر حضراتكم الاتحاد أو الأهلي والاتحاد في جيم 2، مباراة سلسلة النهائي 5 مباريات أو بيست اوف 5، اللي هيفوز ب3 مباريات هو اللي هيحصد اللقب. في بعض الأرقام الحقيقة من المباراة أول أمس هعرضها مع حضراتكم عشان أوريكم قد إيه المباراة كانت قريبة جدا، يمكن الفريقين متشابهين في كل شيء. هعرض لحضراتكم يمكن النتائج، هنتكلم عن الفيلد جول أو الفيلد جول أو التصويبات على السلة، سواء 2 بوينت 3 بوينت فري ثرو، كل التصويبات على السلة نسبتها للنادي الأهلي 42.5%، نسبة نادي الاتحاد 39.5%، احنا بنتكلم في نسب متقاربة جدا. النادي الأهلي عمل 73 محاولة حط منها 31، زي ما قلت لحضراتكم شاملة كل أنواع التصويبات بنسبة مئوية 42.5%. على الجانب الآخر نادي الاتحاد صوب 76 رمية جاب 30 تصويبة، إذن 39.5% النسبة قريبة جدا جدا جدا، يعني دي حاجة تبين قد إيه الماتش كان كلوز جيم، ودي كانت الحقيقة لما إكسترا تايم ورحنا على إكسترا تايم، ما ده بيدل إن الدنيا كانت قريبة جدا. طيب هنشوف التصويبات الثنائية، يمكن التصويبات الثنائية لمصلحة النادي الأهلي فرق كبير. النادي الأهلي صوب 57 تصويبة برمية يمين بنقطتين زي ما ليب أو ميديم شوت اللي بتخلص بنقطتين، سجل منهم 25 بنسبة مئوية 53.2%. نادي الاتحاد صوب 44 تصويبة ثنائية جاب 18 بنسبة مئوية 40.9%، يعني فارق 13% برسنتج، ده نسبة عالية يمكن النادي الأهلي تفوق فيها بشكل كبير. هنا بقى يعني الرقم الحقيقة اللي أنا من وجهة نظري اللي عمل أزمة المباراة اللي فاتت، واللي عمل لنا يعني مشكلة في الملعب، واللي كان دايما بيكون سبب تقدم الاتحاد، وهي رميات الثلاثية من أيام ما كنا بنلعب، وهيجي كابتننا في الاتحاد السكندري كابتن أيمن وكابتن ميشو، هو النادي الاتحاد بيحب التصويبات الثلاثية. التصويبات الثلاثية نادي الاتحاد هي يعني زي ما بيقولوا المهارة المفضلة لنادي الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد صوب 32 رمية ثلاثية حط منهم 12، يعني 36 نقطة جم من أصل 86، يعني بنتكلم في حوالي أكتر من ثلث السكور تم تسجيله من الرميات الثلاثية. النادي الاتحاد على مدار التاريخ لو 3 بونت لعبت معاهم زي ما بنقول الاتحاد السكندري بيبقى في حتة تانية.
نادي الاتحاد سلاحه الاول والرئيسي والاساسي هو الثري بوينت. زي ما حضراتكم شايفين نسبه مئويه 37% في الثري بوينت، 37.5% يعني اولموست 38%. ده معناه ان نسبه عاليه جدا، نسبه عاليه جدا في الثري بوينت. النادي الاهلي على 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 الجانب الاخر صوب 26 رميه ثلاثيه، جاب 6 رميات، يعني 18 نقطه من اصل 77، نسبه قصيره. يعني عايز اقول لكم نسبه قليله، ولكن النادي الاهلي مش سلاحه الاساسي هي رميات الثلاثيه. النادي الاهلي دايما بيعتمد على الاختراقات والوصول الى المربع واللعب على المضمون. نسبه النادي الاهلي في الثري بوينت هي النسبه القليله شويه، اللي هي 23%، هي نسبه قليله. كنا محتاجين يعني عشان تبقى الامور ماشيه بشكل جيد كنا صوبنا 26 جبنا 8 مثلا. في هذه الحاله كانت هتبقى النسبه معقوله جدا، يمكن احنا اقل او بلو البرسنتج العالمي العالي برميتين ثلاثيتين، وده يمكن عمل معانا الفرق. احنا خسرانين 9 بونت، فاذا رميتين بتفرق ب 6 بونت، يعني بتتكلم في اقل من 6 الايه من 6 60% من السكور اللي بينك وبين المنافس. لو اتكلمنا على الفاست بريك، بصوا بقى الارقام المتشابهه، حطينا 7 بونت فاست بريك النادي الاهلي، نادي الاتحاد حط 7 بونت فاست بريك من الهجوم الخاطف. هنخش على السكند شانس او الـ 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 يعني لو حد دخل جله الكره الثانيه، اللي هو حد دخل من 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 اللاعبين لمها زميله وحطها. النادي الاهلي حاطط 20 نقطه، نادي الاتحاد حاطط 15، نسب قريبه. سكند شانس نسب قريبه، 20 نقطه الاهلي 15 نقطه للاتحاد الاسكندري. بنش بوينت، بنش بوينت اللعيبه اللي ما ابتدتش. احنا عندنا في الباسكت بول في الستارتنج بلايرز الخمسه الاوائل اللي بيبتدوا الجيم، اللي بينزل بعد كده بيبقى اسمه بنش بلاير. مش معنى انه بنش بلاير انه يعني لعيب احتياطي، لا، هي معناها انه نزل بعد الستارتنج فايف. احنا عندنا هنا رقم الحقيقه جاي جدا، ده بيدللك ان السكواد بتاع النادي الاهلي، الارقام دي يا جماعه لازم تدرس كويس. السكواد بتاع النادي الاهلي سكواد قوي جدا. النادي الاهلي حط من البنش بلايرز 39 نقطه، يعني انت لما بتطلع على خمسه الستاندنج بتوعك او الخمسه الستارتنج بتدفع باللعيبه من على البنش، الملعب ما بيقعش. فاذا 39 نقطه بنتكلم في نصف السكور تقريبا حطوا البنش بلايت، اكتر من نصف السكور. على الجانب الاخر نادي الاتحاد حاطط 28 نقطه من البنش بلايرز، معنى كده ان اللعيبه الاساسيه في نادي الاتحاد لما بتطلع بره الملعب بيحصل دروب في الملعب. اذا حطوا كام؟ حطوا 28 نقطه من اصل 86 نقطه، يعني بنتكلم تقريبا 30 او قرب ال 30% من السكور البنش بلايرز حاطينه. الناحيه الثانيه احنا حاطين 50% بنش بلايرز حاطين تقريبا من السكور. هنخش على الاسيست او المساعدات، يمكن هنا رقم برضو ملفت للانتباه، لازم نخلي بالنا. النادي الاهلي حط او عمل لعيبته كلها مجتمعه عملت 17 اسيست او تمريره حاسمه بتبقى تديها اللاعب ياخدها يحطها باسكت على طول. النادي الاهلي عمل 17 اسيست توتال للفريق، نادي الاتحاد عمل 23 اسيست. يبين هنا ان في لعب جماعي اكتر كان من نادي الاتحاد في المباراه اللي فاتت، فرق 6 اسيستات عن النادي الاهلي فرق كبير، وده لو دل فبيدل على ان اللعب الجماعي في نادي الاتحاد كان اكتر من اللعب الجماعي في نادي الاهلي. وده اللي احنا قلناه في الاستوديو التحليلي للمباراه اول امس، ان اللعيبه ما كانوش في حالتهم، يعني انت بالعين بتشوف ولكن الارقام بتفسر لك ايه السبب. اللعب الجماعي كان غايب شويه عن النادي الاهلي، كان موجود ولكن نقول متوسط وليس بالنسبه الكافيه. النادي الاتحاد 23 نقطه اسيست، معنى كده انه في اللعب الجماعي كان افضل من النادي الاهلي. هنروح للاوفنسيف ريباوند او المتابعات الهجوميه، ان اللاعب يجلي تلم الكوره وراه. نادي الاتحاد 15 اوفنسيف ريباوند، نادي الاهلي 13 اوفنسيف ريباوند، له ارقام قريبه. عندنا كمان الديفنسيف ريباوند او المتابعات او الريباوند او المتابعات الدفاعيه، ان لاعب الفرقه بتشوط وانت بتلم. الاتحاد 33 ريباوند، نادي الاهلي 28، برضه ستيل الارقام قليله، مش فرق مش كبير عشان نقدر نقول ان النادي الاتحاد استحوذ على السلتين، ما يعني مجموعهم الاثنين. النادي الاهلي عمل 30، نادي الاتحاد 38، الريباوند افضل في التوتال لنادي الاتحاد ولكن مش بالنسبه الكبيره، فرق 8 ريباوند في الجيم الموضوع. وانا اتصور ان منهم 3 4 ريباوند في الاكسترا تايم، لان طبعا في الاكسترا تايم هبط الاداء بشكل مفاجئ، فحطينا يمكن نادي الاتحاد حط 11 نقطه، نادي الاهلي حط نقطتين فقط في الاكسترا تايم، طلعنا فرق 9 نقاط. طيب هنخش على الستيل او الكور المقطوعه، يمكن الكور اللي هي بتبقى انت بتقطعها وبتدي تبني هجمه. نادي الاتحاد قطع 5 كور، احنا قاطعين 5 كور نادي الاهلي، فاذا الارقام برده هنا متقاربه. البلوك شوت او البلوكات، يعني لاعب يحط باسكت انت بتعمل بلوك، 4 على 4، ارقام متساويه تكاد تكون، يعني لو انا جبت مرايه بس باستثناء رقمين او ثلاثه يفسروا لك ليه، وهو ده اللي هيحصل. المباريات اللي بتبقى تاف جيم او كلوز جيم زي كده
رقم واحد او تفصيله واحده ممكن تخسرك الجيم، تفصيله واحده. يعني المباريات دي حتى في كره القدم نفس الكلام، في كره السله، وكره السله اكتر بكتير من كره القدم لان تفاصيل السله كتيره ولعبه سريعه. فاذا البلوك شوت 4-4 هنا وهنا. عندنا التيرن اوفر او الكره المقطوعه، التيرن اوفر او الكره المقطوعه 11 تيرن اوفر عمله نادي الاتحاد، او كره مقطوعه 13 تيرن اوفر عمله النادي الاهلي. 2 تيرن اوفر، اذا برضه ستيل الارقام قليله، ولكن الاتحاد افضل بشعره زي ما بيقولوا. هو ده اللي بيفسر المباراه. هنا في التيرن اوفر كمان 11 تيرن اوفر نادي الاتحاد، 13 نادي الاهلي. هنخش على التيم فاولز او الفاولات اللي عملها الفريق كله. نادي الاتحاد عمل 15 فاول، نادي الاهلي عمل 18 فاول، ولكن الفاولات ما زالت اقل من المعدل الطبيعي. وهنا عايز اتوقف، طب ليه الفاولات اقل من المعدل الطبيعي؟ ولو جبنا اخر مباراه هنقول عشان التحكيم. ايوه التحكيم، التحكيم الاجنبي مش بيصفر على كل كوره. الحكام المصريين للاسف يعني محتاجين دراسات والمزيد من الجهد، لان مش كل كوره فاول ومش كل كوره صفر عليها. وهنا لما الاقي فرقه عامله 18 فاول في الجيم كله، يعني بنتكلم لو وزعناهم على 12 لعيب اللي موجودين بنتكلم في حوالي فاول ونص بالظبط لكل لاعب، which is رقم قليل جدا. ده في النادي الاهلي. نادي الاتحاد بنتكلم اولموست فاول واحد للعيب. ده يدل على ان الحكام الاوروبيين بيدوا مساحه للبادي كونتاكت، بيدوا مساحه للالتحامات. مش كل كره فاول يا جماعه، ودي رساله لحكامنا، يا ريت تتعلموا. مش عيب، مش عيب ان احنا نستعين بخبرات. وعلى فكره الحكام اللي جم من اكفأ الحكام في اوروبا، انا سالت عليهم، خاصه الحكم الصربي من اكفأ الحكام، وحكم في بطوله اوروبا وبيحكم في كاس العالم. فرصه كويسه جدا لحكامنا، ونتمنى ان حكم النهارده ان شاء الله يكون موفق. حكم المصري يمكن وائل، كابتن وائل ابراهيم لم يكن موفق على الاطلاق المباراه اللي فاتت، اخطا في صفارتين ثلاثه للاسف كانوا من نصيبنا، وشفنا مشهد اتكرر ان الحكام الاجانب وقفوا المباراه، الطاقم الاجنبي، وتوجهوا للحكم المصري حتى يرجع في قراره. فاذا الموضوع ده نتمنى النهارده التحكيم المصري اللي موجود في ارض الملعب، يمكن هو، انا ما بقولش ان ده كان سبب الخساره، احنا بنحلل اداء الحكام زي ما بنحلل اداء اللعيبه. الحكم المصري كابتن وائل ابراهيم لم يكن موفق المباراه اللي فاتت، نتمنى ان شاء الله النهارده، وهنقول لحضراتكم طاقم التحكيم بالكامل، نتمنى ان العنصر المصري في طاقم التحكيم يكون موفق النهارده. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان استقبل ضيوفي، استقبل في خلال الفاصل الكابتن ايمن صدقي نجم نجوم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر، هستقبل كابتن ميشو نجم نجوم نادي الاتحاد ومنتخب مصر، وهستقبل كابتن سلعاوي هداف بطوله لوس انجلوس اولمبيه، وكابتن طاهر رجب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وقبل ما نروح لمباراتنا النهارده الاهلي والاتحاد جيم 2 في سلسله المباراه النهائيه، عشان نتناول المباراه فنيا وتحليليا، في البدايه برحب بضيوف اللي منوريني في الاستوديو، نجم نجوم الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الكابتن ايمن صدقي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، مبسوط ان انا معاكم. اهلا بيكم. بحب ارحب بكابتن ميشو صانع العاب الاتحاد السابق ومنتخب مصر اللي منورنا النهارده في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن ميشو. اهلا بيك كابتن هيثم، سعيد. بحب اقول لك يا ميشو طبعا. الاساسي. انا ما اعرفش اسمك الحقيقي بس انا عارف طبعا، ولكن ميشو هو الاسم الاشهر. هو ده يمكن الناس كلها هي عارفه ميشو، ما حدش يعرف امام، دي امام بعيده شويه. صحيح. هرحب بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي وهداف لوس انجلوس اولمبيات لوس انجلوس الكابتن السلعاوي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، وفرصه يبقى وجود معانا ايمن وميشو عشان المباراه تزداد حلاوه ان شاء الله. اكيد اكيد طبعا يا كابتن السلعاوي. بنرحب بالكابتن طاهر رجب نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي ورئيس قطاع الناشئين السابق. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بيك يا كابتن هيثم، وبرضك بنرحب بضيوفنا الكرام جمال كابتن ايمن وكابتن ميشو، يعني زملاء من الاعزاء يعني. طبعا والله. طبعا، ونتشرف بوجود حضرتك يا كابتن، ونشكرك يعني على انك انت فتحت لنا احلى الفرصه. لا انا سعيد جدا في وجود حضراتكم. ونروح بقى للمباراه كابتن ايمن، ابتدي بحضرتك. احنا النهارده عندنا جيم 2، مباراه بحسابات يعني مختلفه عن مباراه المباراه الاولى. شايف مباراه النهارده ازاي؟ وهل في مفاجآت في مباراه النهارده ولا لا؟ شايفها اصعب مباراه في السلسله كلها، شايفها مباراه يا هتودي نادي الاتحاد تقربه من اللقب، او هترجع نادي الاهلي للنقطه صفر ونلعب بيست اوف 3. مباراه هتبقى صعبه على الفرقتين، شافوا بعض الجيم اللي فات في لعيبه ما كانتش موفقه، النهارده متوقع ان هم يرجعوا لمستواهم.
اللعيبه اللي كانت موفقه مطالبه انها تفضل على نفس المستوى. لسه قبل من شويه بتقول لنا ان كوري ويبستر بره التشكيل. محترف نادي الاتحاد. محترف نادي الاتحاد اعتقد الاصابه اللي جات له في اخر المباراه فاعتقد بس دي مفاجاه كابتن ايمن. طبعا طبعا مفاجاه وهتفرق بس اعتقد بطريقه اسلوب كابتن مرعي فاعتقد ان هو هيعرف يدور بقيه اللعيبه وهيبقى عليهم عبء اكبر لان كوري ويبستر من اللعيبه الهدافه واعتقد كان اخذ حوالي 33 او 34 دقيقه في الماتش اللي فات وواضح ان كابتن مرعي بيعتمد عليه كسكورينج يعني صحيح. فهنشوف كابتن مرعي النهارده هيعملها ازاي وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه اعتقد اوجستي هيبقى عنده ماتش صعب لانه هو عارف ان 2-0 غير 1-1 صحيح بالعكس ده 1-1 كمان ممكن ترجع النادي الاهلي بمعنويات اكتر ان هو يعتبر ان الماتش اللي فات كانه لم يكن صحيح. كابتن ميشو يمكن النهارده كابتن ايمن فاجئنا النهارده بعدم يعني او خروج ويبستر المحترف الامريكي في صفوف نادي الاتحاد شايف ده النهارده ممكن ياثر ولا ممكن النهارده لعيبه تقدر تعوض يعني ميدو طه ما كانش في مستوى لو بقى في مستوى ممكن يعوض غيابه شايف النهارده المفاجاه دي ازاي؟ هو الجيم النهارده هيبقى فيه اختلافات شويه يعني يمكن بعد الجيم الاولاني خلاص كل واحد بدا يقرا في حاجات لازم تتعدل يعني النهارده احنا متهيألي مش هنشوف نادي الاهلي في زي النادي الاهلي في الجيم الاولاني يمكن الجيم الاولاني يمكن زي ما شفت مش مفيش لعيب واحد بس اللي هو هيأثر قوي في الجيم ده فاينل فرقه كلها على مستوى عالي سواء محترف الاتحاد ما بيلعبش سواء محترف الاهلي غايب او اي لعيب في التوقيت ده العمليه مش هتبقى فيها تاثير يعني جامد قوي على اي فرقه ولكن هي الحسبه هتبدا دلوقتي من الجيم ده في حاجات كتيره هتختلف وخصوصا بالنسبه للاثنين مدربين يعني بالنسبه للكابتن مرعي ومستر جوستي الدنيا هتبدا تختلف في حاجات وفي ارقام احنا زي ما اتفقنا بباسكت بول لعبه ارقام صحيح. هي لعبه ارقام في ارقام ما اعتقدش ان ممكن تبقى ماشيه بالشكل اللي حصل لان في حاجات هي كانت بعيده تماما وخصوصا على فريق النادي الاهلي يعني النهارده لو بصيت النادي الاهلي كان في ثلاث نقط هي اللي خلته الجيم بدا يبقى مهزوز حتى من بدايته انت لو بصيت حتى في فرقه الاهلي في البنش بوينت هتلاقي ان الاهلي تفوق يعني الاهلي كان فيه تفوق في 11 فرق 11 بوينت دول فارقين فالنهارده الحسابات بالنسبه وخصوصا للنادي الاهلي هتبقى مختلفه شويه النسب النهارده اللي حصلت سواء مثلا في الفري ثرو لو بصيت في النسبه بتاعت النادي الاهلي صعبه جدا يعني لو بصيت تقريبا جايبين يعني النسبه بتاعت 56 دي نسبه طبعا نسبه مش كويسه بالنسبه وانت بتتكلم في فاينل طبعا مع نسبه ال 3 بوينت بالنسبه للفرقتين فرقه الاتحاد تفوق مع ان النسبه بتاعت النادي الاهلي حتى 26 كوره من مجمل 6 يعني صعبه الاتحاد نسبته اعلى لان الاتحاد كانت المساحات بالنسبه له كانت مفتوحه بيشوط فاضي علشان كده هتلاقي حتى عدد التراي بالنسبه لنادي الاتحاد اكتر من النادي الـ الاهلي فالنهارده في حسابات النهارده بالنسبه للمدربين النهارده بشوف النهارده الجيم هو جيم كوتش في النهارده الدنيا لازم هيبقى ليها حسابات تانية خالص وما اعتقدش ان حتى البدايه اللي بداها يمكن النادي الاهلي ما اعتقدش انها ممكن تبقى صحيح مش هتتكرر تاني ما اعتقدش ان هي هتبقى كده فلكن حته اللعيب الاجنبي طبعا لعيب هيأثر لعيب محترف ما هو ولكن انت شايف ان النادي الاتحاد عنده سكواد يقدر يعوض غيابه يقدر يعوض ويقدر يمشي المبارزه للمره اللي لان حتى البوزيشن بتاعه موجود منه وفي منه موجوده لعيبه على مستوى عالي فهيبقى التاثير مش هو التاثير اللي هو اللي هيقدر يعمل جاب في فرقه نادي الاتحاد صحيح كابتن مش كابتن سلاوي لحضرتك يمكن من خلال متابعتك للمباراه اللي فاتت اكيد كان ليك ملاحظات والارقام قدامنا ما بتكذبش طبعا وشايف المباراه النهارده باسكت بول ارقام انا اللي عايز اقوله بس ان اعتقد ان المباراة صعبة على الفرقتين لأن لكن هتكون مختلفة في الأداء بالنسبة لنادي الاتحاد وبالنسبة لنادي الأهلي أعتقد لعيبة نادي الأهلي هيحاولوا تحسين الصورة وإن هم يثبتوا إنه إحنا عن جدارة إن إحنا فعلا كسبنا 4 بطولات الموسم ده وبننافس على البطولة لعيبة الاتحاد هيحاولوا يقولوا إحنا لا إحنا أبطال وإحنا كنا عايزين نأكد صدارتنا أنا حاطط شعار المباراة دي هي عبارة عن مين عنده عزيمة مين عنده إصرار عشان ومين عنده روح فاللي هيبقى يمتلك التلاتة دولت والكوتشات لو امتلكت هدوء الأعصاب بالنسبة لإدارة المباراة
هيبقى ده اللي هيحدد النتيجه، لكن المباراه صعبه على الفريقين. اعتقد كمان ان العمليه بقت كتاب مفتوح بالنسبه للفريقين، سواء المدرب جوست بوش او كابتن احمد او احمد مرعي. اللقاء الثامن النهارده، اللقاء الثامن، فتبقت العمليه لكن عايز اقول برضو حته في غياب الاجنبي. غياب الاجنبي سلاح ذو حدين، بمعنى لو 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 الاهلي اعتمد على السلاح ده ان هو في 20 نقطه كان بيحطها او و و و وما يملش الى الـ يعني اللاعب الاجنبي ده، يعني قصدي اقول لك ان هو ما لعبش بقوه، ما لعبش بقوه بدفاع جيد، يعني النادي الاهلي ما خدش الموضوع بالجديه، كانه في الملعب، كانه في الملعب سلاح ضد النادي الاهلي، وفي الوقت نفسه هو سلاح مع الاتحاد، ان لعيب النادي الاتحاد الاسكندري هيحاولوا تعويض الفارق ده. نعم. ويحاولوا يثبتوا ان نفس السكور مقسم علينا واحنا قادرين تعويض هذا الفارق. نعم. كابتن طاهر، حددك برضو من خلال متابعتك لمباراه اول امس، يمكن في ملاحظه يعني كان نتكلم عليها ميشو، اللي هو التو بوينت والثري بوينت. يمكن النادي الاهلي الثري بوينت والفري ثرو ما كناش موفقين، ولكن التو بوينت احنا كنا احسن، وفيلد جول كنا تقريبا افضل، ولكن عندنا مشكله في الريباوند. يمكن الريباوند نادي الاتحاد تفوق، يمكن هل ده سببه ايه؟ هل الوضع كان ازاي النادي الاتحاد يتفوق على النادي الاهلي في الريباوند؟ يعني اعتقد ان فرقه الاتحاد طبعا فرقه قويه مش هينه، ومع ذلك الاهلي قدر يجاري معاهم. وانا مع كابتن ايمن صدقي لما بيقول ان المباراه دي هتبقى زي قريبه، يعني ما نقدرش نقول ان هي مباراه كؤوس، بس هي قريبه، لانك لو فعلا الاهلي قدر يكسب يبقى 1-1، يبقى احنا ابتدينا ايه؟ رجعنا من نقطه صفر زي ما كابتن ايمن بيبص من جديد. وفي حاله بقى الاتحاد لا قدر الله يعني كسب برضك، انا بنتكلم ان الاتحاد لو بتاع ده هيبقى العمليه قرب الاتحاد للبطوله اكتر يعني. أنا نعم. طيب كابتن، يمكن في ملاحظه كنت اتكلمت عليها في الانترو، انه الفاولات النهارده لما نلاقي كابتن طاهر 18 فاول لنادي الاهلي و15 فاول لنادي الاتحاد، هل ملاحظتي اللي قلتها في الانترو ان يمكن الحكام الاجانب او الحكام الاوروبيين مش من هواه التصفير على كل تاتش او على كل فاول، بيسيبوا مساحه للبادي كونتاكت او للالتحامات، هل الملاحظه دي صحيحه ولا حضرتك عندك راي اخر؟ انا اعتقد ان ظهرت في الماتش اللي فات زي ما قلت حضرتك، ان الحكام الاجانب ما بيصفروش على التحامات كتير، بيدي فرصه مثلا البوكس اوت يبقى في احتكاك، اخذ البوزيشن، الحاجات دي كلها ما بيبقاش صفاره، يعني ما بيوقفش اللعب كتير نتيجه اي حاجه، احتكاكات مش متوقعه وبتاعه ده، ما حصلش الى هذا، دي مساحه اكتر. وبعدين كنت عاوز بس اقول نقطه مهمه جدا، ان نادي الاتحاد والكابتن مرعي طبعا من الناس اللي طبعا في التدريب ليه باع، قدر يفصل الفرقه عن البلي ميكر تومسون. تومسون دولا ضغط على تومسون، عزله تقريبا بشكل كبير. بالظبط، عزله كل الناس خليته. طبعا حتى عزب، رغم انه عزب من اللعيبه من احسن لعيبه في مصر في البوزيشن بتاع، بس دي اول ماتش ليه بعد الاصابه بتهيألي. يعني ماتش كبير، او ثالث ماتش ليه او رابع ماتش ليه بعد الاصابه، ففرقت معاه. فانا كنت شايف ان ممكن يبقى مودي الجرحي بديل، يبقى كان ليه دور ممكن في الماتش اللي فات، ودخل دخل التشكيل النهارده. دخلت سمعوا كلامك يا كابتن، ومكان هيثم مكان ابو النصر، وحضرتك بتقول من يعني يمكن من الاستوديو اللي فات ان مودي الجرحي لابد ان يكون في التشكيل، ومودي الجرحي دخل هنا في تشكيل جنه. مودي الجرحي موجود. بالظبط، مودي الجرحي موجود. اذا خلينا نشوف يا كابتن، خلينا نشوف اللي هيحصل، وخليني برضه اروح لكابتن ايمن. كابتن ايمن، يمكن من احد الاحصاءات اللي معانا مقارنه ما بين احسن لاعبين في الاثنين، يمكن كان الافشنسي اعلى افشنسي في الفرقتين، يمكن كان اسماعيل وعمر الجندي، هل ممكن حضرتك يعني تطلعنا او تفسر لنا او تشرح لنا بعض الارقام ما بين الاثنين لعيبه، وازاي هم كانوا اعلى اثنين لعيبه في الفرقتين، ده الافشنسي بتاعه او كفاءته 18 وده كفاءه 18؟ اتفضل كابتن. بص، مقارنه الاثنين لعيبه هتبقى مش صح قوي، لان هم اثنين في مراكز مختلفه عن بعض. نعم. بس في نفس الوقت هم كانوا اتقل اثنين ليهم وزن في الفرقتين طول الماتش. اسماعيل
كان هو المتحكم في فرقته، رغم ان اسماعيل لو هنبص للاحصائيات هو اسماعيل ما عملش ترايز كتير على الباسكت، بس عمل ترايز صح في توقيت صح، وكان محتاج وقتها الفرقه ان هو يشيلها. يعني اسماعيل سجل اول 3 بونت في المباراه، اسماعيل سجل 3 بونت مهمه جدا رجعت الفرق من 7 بونت ل 4 بونت. اسماعيل خد بوزيشن تحت الباسكت وخد تمريره من هيثم حط 2 بونت. اسماعيل ركز جدا في اهم 2 فاول شوتينج في الماتش. يعني تفرق جدا ان انت لما تبقى كسبان 2 بونت 72-70 وتاخد رميتين حرتين وتسجل الاثنين، انت بتصدر احباط للفريق الثاني، لان 4 بونت صعبه في هجمه واحده غير لما تبقى 3 بونت. وده اللي ما حصلش مع ياسر صالح، فرق الخبرات. يعني هنا اسماعيل وهو واقف على الخط لغى كل حاجه وركز في التصويبه بتاعته، غير ياسر لما وقف على الخط. صحيح. تمام. عمرو الناحيه الثانيه، انا شايف ان عمرو كان من اللعيبه المهمين، وكنت مستغرب جدا ان المستر اوجستي قعده على الخط في اول كوارتر 9 دقائق. من الحاجات اللي لاحظتها ان نزول عمرو الجندي كان بعد مرور 8 دقائق وشويه من الكوارتر الاولاني. فدي قللت. انما عمرو لعيب مهم في النادي الاهلي، بالذات النهارده النادي الاهلي بيفتقد احمد اسماعيل، واعتقد ان عمر طارق مش جاهز جدا. انا ما اعرفش سبب ان عمر طارق اخد 15 دقيقه في الماتش الاولاني، فطوال القامه في النادي الاهلي قليلين مقارنه بنادي الاتحاد. طب استاذنك يا كابتن، خلينا نروح لارض الملعب عشان نجيب لحضراتكم اهم تطورات واخر التطورات او الاستعدادات للمباراه. نروح لمراسلنا الاعزاء محمد توفيق ومريم سميح من ارض الملعب. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام في الاستوديو، كابتن محمد السلعاوي، كابتن طاهر رجب، نجوم النادي الاهلي السابقين وكمان نجوم الاتحاد السابقين، كابتن ايمن صدي، كابتن امام عبد البديع، وطبعا برحب بزميلي العزيزه مريم سميح. اهلا بك يا مريم. يعني جوله جديده من جولات استوديو الابطال ومباراه الاهلي والاتحاد في اطار نهائي دوري السوبر السله للرجال. يعني ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. دي المباراه الثانيه طبعا كابتن هيثم، يمكن المباراه الاولى لم يوفق فيها النادي الاهلي وانتهت بفوز الاتحاد 86-77 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 75-75. طبعا دي مباراه الجوله الثانيه. كان الاجواء هنا داخل صاله الدكتور حسن مصطفى مدينه 3 اكتوبر اكثر من رائعه ما بين الفريقين، اجواء وديه للغايه. ان شاء الله تكمل ونشوف مباراه فنيه عاليه جدا في الملعب، وان شاء الله تنتهي بتوفيق وفوز النادي الاهلي ان شاء الله وتدارك الخساره في اول جوله، خاصه زي ما احنا عارفين المباراه بتقام بنظام بوست اوف 5، او يعني اللي يحصل 3 مباريات من الخمس مباريات ان شاء الله. يمكن النادي الاهلي بنقول خسر شوط من 5 اشواط ان شاء الله يقدر يعوض النهارده. مريم يعني عرفينا بقى النادي الاهلي استعد ازاي خاصه بعد خساره المباراه دي. برحب بيك في البدايه محمد، برحب بيك يا كابتن هيثم، وطبعا برحب بك كباتنا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي في الاستوديو طبعا من داخل مجمع صلاه حسن مصطفى بمدينه 6 من اكتوبر، والجوله الثانيه من الدور النهائي لدوري سوبر المحترفين واللي بيتلعب زي محمد قلت بنظام بيست اوف 5. الحقيقه ان الاهلي استعد استعداد كامل وقوي جدا، لانه كان مستمر في معسكره المغلق اللي طبعا بيقام في احد فنادق مدينه 6 من اكتوبر. كان في تمرين على هنا في صاله حسن مصطفى على الصاله في تمام الساعه 9 مساء، ايضا خضع الفريق لمحاضره فيديو في تمام الساعه 2 ظهر اليوم، وكمان يمكن جم مبكرا للصاله النهارده وبدات عمليات الاحماء في تمام الساعه 7:30، يعني يمكن قبل بدء المباراه بساعه ونصف. كمان عايزين نتكلم ان اوجستي بوش الحقيقه من المباراه الماضيه كان عنده مبدا واحد، وهو المبدا يعني اللي يمكن كل منظومه النادي الاهلي بتسير عليه، وهي فكره غلق طبعا صفحه المباراه الماضيه اللي هو لم يوفق فيها امام الاتحاد. والحقيقه ان هو كان مركز كويس جدا في هذه المباراه، وعلشان كده يمكن اكيد النهارده هنشوف اداء قوي جدا، لانه زي ما احنا قلنا ان مستر اوجستي بوش الاسباني اوجستي بوش ماشي على نفس وتيره او منظومه النادي الاهلي في غلق الصفحه الماضيه. يعني يمكن مريم زي ما اتكلمت عن تدريبات النادي الاهلي وسالته كابتن هيثم ضيوفك الكرام، يمكن كمان نادي الاتحاد السكندري مستمر في معسكره هنا بالقاهره، يمكن كان في تدريب برضه بالامس على الصاله، سبق تدريب النادي الاهلي كان في تمام السابعه. يمكن كابتن احمد مرعي المدير الفني للاتحاد يمكن القائمه عنده مكتمله، ما فيش بس غير خروج المحترف كوري، يمكن هو خرج النهارده للاصابه وطبعا عوضه بدخول مؤمن دوجا اللي كان غايب عن المباراه اللي فاتت، وكمان دخل احمد الصباغ مكان رامي ابراهيم النهارده. يمكن الصفوف مكتمله باستثناء بس اصابه المحترف، وكمان يمكن باستبعاد رامي، يمكن النهارده رامي ودخل مكان احمد الصباغ ده كان استبعاد فني مش للاصابه. يمكن كمان من ابرز المشاهد او الكواليس هنا يمكن فور نزول لاعبي الاتحاد السكندري لاجراء عمليات الاحماء، يمكن كان موجود رئيس نادي الاتحاد السكندري الاستاذ محمد مصالحي اللي اجتمع باللاعبين في ارض الملعب وهنا في صاله الدكتور حسن مصطفى قبل المباراه ليحفزهم في ثاني مباريات الدور النهائي. مريم يعني النادي الاهلي الغيابات النهارده واهم الغيابات عندنا مين؟
يمكن النهارده طبعا عايز اوضح لك يا كابتن هيثم واوضح لكل الساده مشاهدين قناه النادي الاهلي ان احنا عندنا ثلاث غيابات يمكن ابرزهم محمد ابو النصر اللي بيعاني من شد في الضمه، الحقيقه ان نزل على حسابه في قائمه اليوم مودي الجرحي، عندنا ايضا احمد اسماعيل عنده مزق في الضمه، والحقيقه ان عبد الله ناصر اشتكى خلال الايام الماضيه او مؤخرا من وجع في الرباط الداخلي للركبه، والحقيقه ان هو يمكن خضع لفحص واشاعه، والحقيقه ان يعني يمكن اصابته مش كبيره وهو يشارك النهارده، ولكن على هامش عمليات الاحماء اللي كانت موجوده منذ 7:30 زي ما ذكرت في الاول، عبد الله ناصر يمكن خضع لتمرين منفرد طبعا على يد دكتور الفريق، وكمان كان عنده عمليه احماء منفرده علشان يكون جاهز ان هو يشارك النهارده. كمان عايزين ننوه انه تنفيذا يعني توفيق لقرار لجنه المسابقات، الحقيقه ان 20 فرد فقط من اداره اتحاد السله هيكونوا حاضرين النهارده، ايضا 10 من اللجان الفنيه التابعه للاتحاد هيكونوا حاضرين، وكمان يعني تنفيذا لبقيه الاجراءات او اللجنه الامنيه هيكون 15 فرد من كل مجلس اداره، سواء مجلس اداره النادي الاهلي او مجلس اداره نادي الاتحاد، هيكون 15 من هنا و15 من هنا، و30 فرد لكل فريق باللاعبين والجهاز الفني والاداري. بالطبع مريم، ده يا كابتن هيثم اللي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني قبل بدايه سلسله مباريات الدور النهائي. دي الاجواء هنا في الصاله، يتبقى نقول طاقم التحكيم النهارده بقياده البوسني ادمايز رابوفيتش والمصري عمرو ابو علو وكمان الصربي الكسندر جليزيتش، ان كل التوفيق لكل عناصر اللعبه النهارده ان احنا نشوف مباراه كويسه داخل ارض الملعب من جانب التحكيم ومن جانب الاجواء المحيطه داخل الصاله، ويتبقى فقط الدعاء بتوفيق النادي الاهلي ان شاء الله النهارده. يمكن فاتتنا جوله لكن عندنا لسه اربع جولات ان شاء الله، سلسله انتصارات النادي الاهلي تبدا من جوله اليوم، كل توفيق للنادي الاهلي ودائما يبقى النادي الاهلي في المقدمه. كابتن هيثم اتفضل. زملائي الاعزاء من ارض الملعب محمد توفيق ومريم سميح بشكركم شكرا جزيلا. اجي الكابتن ايمن، يمكن كان اهم اثنين لعيبه زي ما كنا بنقول اسماعيل اهم افشنسي مش يعني كتاثير في الملعب، ولكن كان في هناك هدافين، يعني يمكن كان عندنا برضو احصائيه لافضل المسجلين، معلش حضرتك ممكن تستعرضها معانا في الفرقتين. إيهاب أمين، احنا عندنا طبعا من النادي الاهلي كان إيهاب أمين هو التوب سكورر 21 بونت ووراه عمرو الجندي، يعني هو إيهاب وعمر الاثنين 38 بونت تقريبا 50% من سكور النادي الاهلي ال 75 بونت في الوقت الاصلي، وجه وراهم سيف سمير اللي انا كنت شايف ان سيف برضو قدر يملى حته كبيره 12 بونت في ماتش زي كده، كان رغم الهفوه او الغلطه اللي حصلت منه في الاخر او الستيل اللي حصل، بس انا كنت شايف ان سيف عمل ماتش كويس. الناحيه الثانيه كعاده نادي الاتحاد السكور متقسم على اغلب اللعيبه، يعني حتى لو كوري يوبستر 17 بونت فانت هتلاقي ان علي 11 واسماعيل 10، هتلاقي احمد عادل 8، هتلاقي مصطفى عصام 6 او 8، يعني دايما نادي الاتحاد السكور متقسم على مفيش توب سكور اللي هو يطلع حاطط 30 بونت، عشان كده ممكن فعلا موضوع كوري النهارده هيبان هو تاثيره فعلا كده ولا اللعيبه الثانيه. انت قلت نقطه مهمه هيثم ان وجود ميدو طه النهارده هياخد وقت اكتر، فبالتالي ممكن الافشنسي تبقى اكتر. احمد الصباغ رجوعه اعتقد هيكون له دور ديفنس شويه. لعيبه نادي الاتحاد تدوير كابتن احمد مرعي بيبان في المواقف دي، ان انت لو حتى اصيب عندك لعيب مش هيبان على السيستم، المفروض انه ما ياثرش لان انت كل اللعيبه الثانيه في الجيم. فيعني نادي الاتحاد شوشه واحمد عادل ومصطفى عصام وياسر صالح وميدو طه واحمد الصباغ السته او سبعه اللي بره هيتقسم الوقت بتاع كوري يوبستر عليهم على حسب كفاءتهم النهارده. النقطه الاهم النادي الاتحاد رجوع بيبو لمستواه، او هو ما كانش موفق في الماتش الاولاني زي ما بنقول مايكل تومسون ما كانش موفق، بيبو احمد خلف ما كانش في المستوى الطبيعي بتاعه وما سجلش كتير، ممكن يزود الافشنسي بتاع النادي الاتحاد شويه اكيد ان شاء الله. طب اروح ميشو، خليني اقول لك يمكن الاسيست، يمكن كابتن ايمن قال اخد من يعني من كلام كابتن ايمن واقول انه انت اللعب الجماعي في نادي الاتحاد كان اعلى بدليل الاسيست، الاسيست اكتر بكتير في نادي الاتحاد من نادي الاهلي. خلينا نشوف مين التوب اسيستس موجودين في نادي في الفرقتين، او اكتر لعيبه عملت يعني تمريرات حاسمه بالنسبه لفريقنا. كابتن ميشو، هما الاثنين ابو النصر النادي الاهلي عامل 5 وكوري عامل 5. مايكل تومسون، لا مايكل تومسون لا كوري الناحيه الثانيه، كوري الناحيه الثانيه هو اللي عامل 5. يمكن بالنسبه، بس انا عايز اقول حتى بالنسبه لحته اللعب الجماعي هي واضحه قوي يا كابتن هيثم حتى في الاسكور، يعني انت لو بصيت لعيبه نادي الاتحاد الثلاثه بتوع نادي الاتحاد هم الثلاثه جايبين 38 بونت،
وال 48 بونت 48 بونت متوزع على باقي الفرقه، يعني حتى النسبه بتاعت الثلاثه السكورر بتوع الفريق اعلى. ملاحظة يعني جميلة، يعني صح. دي اللعيبه الثانيه جايبه اعلى من الناس اللي جايبه سكور. ارجع للنادي الاهلي هتلاقي النادي الاهلي الثلاثه لعيبه اللي عندهم جايبين 50 بونت، جايبين تقريبا 50 بونت بالظبط، 50% 50 بونت أكتر. لا أكتر. 50 أكتر. بونت 77 النادي الاهلي 77 هتلاقيهم 50 بونت 50 بالظبط 50 بونت وباقي الفرقه 27 يعني نقول بالظبط 66 يعني انت لو بصيت اهاب بالظبط يعني اهاب امين 21 عمرو 17 سيف سمير 12 الاجمالي بتاعهم دول 50 والفرقه كلها جايبه 77 يعني 27 بونت. يبقى هنا شكرا للاعيبه الثلاثه دول بالشغل الفردي ولكن الجماعي مختلفه تماما عكس نادي الاتحاد. انت النهارده بتتكلم في ثلاثه لعيبه جايبين 50 نقطه وباقي الفرقه كلها جايبه 27 نقطه، وما اعتقدش ان الكلام ده انه يبدا يعني هيستمر. ما اعتقدش ان التسعه لعيبه اللي موجودين عشان يحطوا 27 نقطه يبقى اذا في حاجه ما كانتش مظبوطه عكس فريق نادي الاتحاد. النهارده الحاجات دي كلها تديك اسيست عالي، يعني انت لو بصيت النهارده الاسيست يمكن ابو النصر واضح حتى ما كانش مش جايب اسكوره، ركز على حته الاسيست. انت لو بصيت هنا فيما عدا سيف سمير، سيف هنا سيف الوحيد اللي هتلاقيه مشترك في حته ان هو جايب اسكور وعامل اسيست، الوحيد اللي في النادي الاهلي اللي هو مشترك في الحتتين عامل اتنين، واقل اسكور من ايهاب امين ومن عمرو الجندي. والحته دي يمكن فرقت، ويمكن اللي ساعد على الاسيست يمكن لو كان عمر طارق كان موجود وواخد وقت اكبر كان ممكن يبقى مساعد، هيقدر يساعد لان خلي بالك انا يتقبل الكور دي او يتلقاها. نمره واحد، نمره اتنين كان هو اكتر واحد اللي ساعد عبد الله ناصر انه يظهر بمستوى اللي كان هو يعتبر نجم اللقاء بسبب عمر طارق ثلاثة، لان بعد التراب اللي بيحصل من الاتحاد بيروحوا كان الراجل بياخد الكوره، ودي طبعا هي دي اللي خلت عبد الله نصر انه يبدا يظهر بالمظهر ده. طبعا مع الوقت اللي لعبه القليل جدا عمر طارق كان ممكن الموضوع برده يروح لسكه ثانيه، وانا على ما اعتقد ده اللي ممكن نشوفه في الجيم بتاع النهارده. عشان كده بقول لك هي العمليه فيها حسابات، حتى الارقام دي اكيد هتختلف، يعني اكيد الارقام دي هتختلف حتى كفرقه تيم وورك. طبعا النادي الاهلي لا ما اعتقدش ان هي يعني هيرجع لل ايهاب امين اسكوره، عمرو الجندي اسكوره، بس عايزين مفيش مشكله كل ده الكلام ده، انما باقي الفرقه فين؟ صحيح. هي دي اللي احنا هنشوفها. الله ينور عليك كابتن سرعاوي. يمكن الريباوند هنتكلم على الريباوند بالنسبه للفرقتين، يمكن في مين اكتر لعيبه من الفرقتين استحوذوا على الكور الدفاعيه والهجوميه كتوتال؟ لو اعتقد ان في الريباوند احنا عندنا عبد الله ناصر كان 8 وهيثم كمال كان 8، كل واحد منهم جاب 8 ريباوند. وده طبعا يعني بالنسبه للبيفوتات انا اعتقد ان هو معدل يعتبر برضو قليل. 8 يعني 8 قليل بالنسبه لاثنين لاعب ارتكاز يعني منتخب مصر. سيف سمير 7، احمد بيبو 7. برضو احمد بيبو من اللعيبه كويسه جدا اللي هو كان غايب على الاتحاد فتره، رجوعه طبعا مكسب الاتحاد. عندنا سيف سمير انا اعتقد ان هو من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر يعني. ف عمرو الجندي عمل 5 واسماعيل احمد عمل 7، يعني اثنين التوتال 22 ريباوند للاتحاد السكندري و20 للنادي الاهلي. واعتقد ان فيهم اثنين او ثلاثة اللي هم زياد دولت هم اللي كانوا حاسمين في المباراة، ويمكن يتاخدوا في الاكسترا تايم. ايوه هم دولت اللي كانوا حاسمين، وكانوا النصيب هيثم. هم اللي كانوا حاسمين وقدروا ان هم يعني يدوا جيم في الوقت الاضافي، الوقت القاتل للنادي الاتحاد. لكن اعتقد ان عمر طارق لازم يكون له ان شاء الله دور اطول، هيعلي الريباوند هيعلي، وهيكون لانه طبعا يعني ناطحة سحاب، يعني ما شاء الله عليه لعيب مميز. لكن انا اعتقد برضو ان الصراعات هتكون بين اللعيبه اللي بره، هتبقى صراعات يعني قويه جدا بين اللعيبه اللي هي تحديات. هيبقى في زي جيمات على الجنب. بس كابتن طاهر قبل ما نروح لارض الملعب لو استاذن حضرتك سريعا تقول لنا قائمه الفرقتين بسرعه كده قبل ما ننتقل لمعلقنا في ارض الملعب. قائمه نبتدي بقائمه رجال ساله الاهلي، اتفضل يا كابتن طاهر. قائمه الاهلي عمرو علاء زهران، عمر عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، احمد مهيب، مايكل تومسون، عبد الله ناصر، وعمر طارق.
تمام. استاذ حضرتك يا كابتن برضو تطلعنا على قائمه طحيت. رجال سله الاتحاد، اتفضل يا كابتن. قائمه نادي الاتحاد: احمد عادل دولا، اسماعيل احمد، مصطفى عصام فودة، هيثم كمال، مؤمن مبارك، محمد طه ميدو، يوسف شوشة، احمد الصباغ، احمد ابو العيلة بيبو، ياسر صالح، علي محمد احمد، حاتم البحيري. اذا ده كان تشكيل الفريقين، وبرضه اقول لحضراتكم سريعا تشكيل او طاقم التحكيم: الصربي الكسندر، والبوسني اديمير، والحكم المصري عمرو ابو علو. وده طاقم التحكيم اللي هيحكم النهارده المباراه. خلينا اعزائي المشاهدين استاذنكم واستاذن ضيوفي نروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن احمد مناع لنقل احداث مباراه كره السله الاهلي والاتحاد في الجيم الثاني في سلسله مباريات النهائي. فإلى هناك.